القطاعات طيب تنتظر ربما هذا الفوز والسباق إلى البيت الأبيض. قطاع الطاقة أيضا ربما يترقب من الذي سيصل إلى هذا المنصب وكيف ستكون صناعة النفط ما بين هذه الصناعة وما بين تسعير الأسواق النفطية لفوز أي من الناخبين. نتحدث عن قطاع النفط في ظل هذه الانتخابات مع الدكتور يوسف الشمري من الخبر الرئيس التنفيذي لشركة سي أما أركتس. أهلا بك معنا وشكرا على وجودك معنا دكتور يوسف. شكرا. يعني قطاع النفط أيضا واحد من القطاعات المهمة اللي عم بيراقبها المستثمر وصناع القرار. يعني كيف يمكن أن نقيم اليوم مبدئيا التفاعل الأسواق النفطية مع هذه الانتخابات أولا؟ اهلا وسهلا اختي. طبعا احنا نشوف حاليا اسواق النفط الاسبوع الماضي كان هنالك في تاثر بسبب الاغلاقات اللي حصلت في القاره الاوروبيه واللي اثرت على الطاقه على النفط، اضافه الى هنالك الامدادات في من ليبيا ومن دول اخرى ايضا في الولايات المتحده، فادت بشكل سلبي على انخفاض الاسعار بحوالي 10% في الاسبوع الماضي. لكن في اليوم وبالامس كان هنالك في ارتفاعات يعني ملحوظه بسبب انه هنالك طبعا نقاشات وفي توجه من الطرف الروسي يعني دعم مسألة تمديد اتفاق أوبك بلس اللي هو التخفيضات الحالية حتى الربع الأول من العام 2021، فهذه تعطي بحد نوع يعني نوع من التعطيات الايجابيه في نظري ان حتى الى حتى الان حتى الاسواق حتى هذه اللحظه لم تتاثر بشكل سلبي بسواء حيكون الفائز سواء الرئيس الامريكي دونالد ترامب او جو بايدن، لكن قد تكون هنالك تغيرات في الاسواق بعد اعلان نتيجه الانتخابات. اذا ما كان ترامب تم انتخابه الى رئاسه فتره اخرى، اعتقد انه هذا سيعطي نوع من مساله تقليل الانسرتينتي وعدم مساله عدم اليقين في الاسواق، لانه الاسواق اوريدي يعني عندها خبره في التعامل مع الرئيس الامريكي وسياساته الداعمه لصناعه النفط الامريكي. نعم. في حال اذا فاز رئيس جو بايدن في الرئاسه، فاعتقد هنا مسالتين. جو بايدن اعطى نوع من انه التصريحات او المعهود انه منع تصريحات الفراكينج او التكسير الهيدروليكي للزيت الصخري. طبعا في هذه المساله طبعا مشكوك فيها، فيما ادى هذه العهود ومنع صناعه الزيت الصخري من النمو، هذا قد يسبب في نوع من تراجع الانتاج الامريكي وبالتالي قد تعود الولايات المتحده لمستورد للطاقه فيما كانت هي مصدر للطاقه. ففي نظري انها ستتسبب في السنوات القادمه قد تتسبب في ارتفاع لاسعار النفط، لكن في مساله اخرى عامل اهم هنا في المساله مساله كوفيد 19. احنا الان اسواق النفط ليست هي ما كانت قبل خمس سنوات من الان. صحيح. فهذا في نظري نعم جيد. دعنا ننتقل إلى موضوع آخر ذي صلة. يعني أنت تحدثت قبل قليل على أن دونالد ترامب كان يعطي ربما جواز مرور لشركات النفط الصخري وبتمدد أكبر حتى المناطق التي يعني كانت عليها حتى احتجاجات بيئية في الوقت الذي يفرض فيه بايدن حسب خطابه الانتخابي هذه القيود. سؤالي، جو بايدن يفتح الطريق أمام الطاقات المتجددة بشكل صريح وواضح، في حال وصول هذا الرجل إلى البيت الأبيض، يعني إلى أي مدى سيؤثر ذلك على النفط كمصدر طاقة في العالم؟ هذه مسألة في نظري أنه طبعا هو التصوات رئيس جو بايدن تمكن من جمع عدد كبير من الاصوات بمقارنه النفط مع الطاقه المتجدده. في نظري كمختص ان هنالك فارق في بين الاثنين، لانه النفط اكبر استهلاك يعود لقطاع النقل، بينما الطاقه المتجدده تذهب بشكل اكبر الى قطاع توليد الكهرباء المركزي. ولكن لا يعني لا نضع في حساباتنا مثلا صناعه السيارات الكهربائيه التي تشهد ازدهار ونمو كبير في العالم، كل ذلك يضغط على النفط ايضا. صناعه السيارات الكهربائيه في الاخير تحتاج مصادر الطاقه، وحاليا اكثر صناعه السيارات الكهربائيه جالسه تستخدم مصدرها الرئيسي جاي من الفحم وليس من الطاقه المتجدده. حتى تكون الطاقه المتجدده مهيمنه على قطاع الانتاج المركزي للكهرباء، اعتقد نحتاج فتره لا تقل عن 10 الى 20 سنه من الان. لكن في مساله اخرى هنا، انه جو بايدن فعلا قد، وانا اعتقد مساله بثقه جدا كبيره، انه سيعود لاتفاقيه باريس وسيستمر في هي اجنده المناخ اللي كان
بدأها رئيس باراك أوباما عندما كان يعمل معه في الإدارة. فأعتقد ستزدهر صناعة الطاقة المتجددة، لكن لا أرى مسألة ربط بين الطاقة المتجددة وقطاع النفط، لأنه لا زال قطاع النفط مسيطر أكثر شيء على القطاع البتروكيماوي وعلى قطاع النقل، وأنا أستبعد أن هو إحداث نقلة في قطاع الطاقة المتجددة في صناعة النقل في خلال 10 سنوات قائمة. نعم، احنا ايضا عم نشوف دكتور يوسف يعني توجه بايدن يمكن لعملية رفع الضرائب مقارنة بال يعني الحملة الانتخابية التي قادها ترامب، والذي يسعى الى خفض الضرائب هنا. الى اي مدى يمكن ان تتأثر الشركات الأمريكية الان بحال فوز بايدن بهذه الضرائب والتأثير على ايضا التكلفة التشغيلية لديها؟ طبعا هو جو بايدن في ضمن التصريحات اللي اعطاها انه سيزيد نسبه ضرائب الشركات بحوالي 28%، في نظري قد تؤثر على الاستثمارات في المؤشرات الماليه اللي هي الاس ام بي والداو جونز، لانه بالتالي سيكون هنالك في ارتفاع التكاليف في الشركات، وقد نشاهد هنالك نوع من خلينا نقول اللي هو الارتفاع تقليل في ارتفاعات هذه المؤشرات، بينما اذا كان هنالك فوز لرئيس دونالد ترامب اتوقع انه المؤشرات ستتفاعل مع هذه النتيجه بطريقه ايجابيه اكثر من نعم. فوز رئيس بايدن. نعم جيد، انت تعلم ان كلا المرشحين يسعى لحشد الناخبين في صفوفه، وبالتالي ومن خلال البرامج الانتخابية نجد أن هناك لاعبين مثلا في قطاع النفط مؤكد أنهم بعيدين عن بايدن الذي قد يضر بمصالحهم. سؤالي، هذا اللوبي إلى أي مدى هو مؤثر حتى في مسألة التصويت والانتخابات إلى ما ذلك من هذه التفاصيل حتى يضمن وصول مرشح ينفذ أجندته؟ صناعة النفط في الولايات المتحدة مؤثرة كبيرة في صناعة القرار الأمريكي، فحتى كان هنالك هذا السبب اني في البدايه قلت لو فعلا بايدن نفذ اجندته في البيئيه قد يضر بمصالح صناعه النفط الامريكيه، ولا اعتقد ان هذا بالقرار السهل خصوصا في دوله مثل الولايات المتحده. لو بنرجع ايام اوباما يعني اخذت منه جهود كبيره حتى يرفع الحظر على تصدير النفط الامريكي من الكونغرس. هذه قد خلينا نقول قد يواجه بايدن نوع من الصعوبات اللي هو كيف يكسب صناعه النفط الامريكيه. لا هل هم قادرين على قطع الطريق من الاساس بمعزل عن ما سيترتب عن ذلك في حال وصول بايدن؟ انا اعني قبل وصول بايدن الى اي مدى نفوذهم قوي بدرجه التاثير حتى على العمليه الانتخابيه نفسها؟ في نظري ان لهم تاثير جدا كبير. صناعه النفط الامريكي توظف حوالي 10 مليون شخص او اكثر من 10 مليون شخص في صناعه الزيت الصخري، فسيكون لهم تاثير جدا كبير على صناعه الانتخابات خصوصا في ولايات مثل ولايه تكساس. لو نلاحظ ولايه تكساس اكثر التصويت حسب علمي كان في شعبيه رئيس ترامب فيها بشكل جدا اكبر من شعبيه بايدن، لكن هنالك ولايات مثل كاليفورنيا اجنده المناخ فيها اعلى من اجنده صناعه النفط. فخلينا نقول انه كلاهما قوى، يعني هنالك قوى مسيطره او لوبي للمناخ، وهنالك صناعه النفط الصخري، وهذه كمان ايضا قوى مسيطره في صناعه القرار الامريكي. نعم. فاعتقد حيكون جدا من المثير للمشاهده. لا صحيح صحيح صحيح، صندوق هو الذي يحمل هذا الخبر. نعم، نشكرك دكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركت، كنت معنا من الخبر، نشكر وجودك معنا اليوم. العفو، شكرا.